استاذ عبد الحكيم، عايز برضو اعرف من وجهة نظرك رايك فيما يحدث في موضوع التحكيم. بص، احنا كنا اتكلمنا هنا مع حضرتك كابتن اسلام وقلنا ان تجربه كلايتنبرج مش يعني مش هي الامل بالنسبه لنا ان احنا نوصل، ولكنها تجربه افضل من اللي فاتت. ما انا كنت اللي اقول لك على اللي هي ايه، دي بدايه الطريق، بدايه الطريق. وعلى فكره في تحسن، في تحسن. ده اجمل حاجه انها جت كمان مع كاس العالم. والله يعني في تحسن، في تحسن. بس احنا قلنا مع حضرتك هنا ان هيتحارب، هيتحارب من الناس اللي طمعانه في المنصب، هيتحارب من الناس اللي هي مش عاجبها يعني يبقى في اصلاح في التحكيم. واحد عايز يعرف الحكم قبل الماتش ب 48 ساعه عشان يكلمه يهدده او يكلمه يقول له مش عارف مين وانا هعمل واسوي، فهو مش عارف يوصل لجنه الحكام عشان يعرف اسم الحكم مين او اي حاجه. هيتحارب من واحد مسؤول كان في اتحاد الكره سابق اللي هو اساس بلاوي اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا عايز يهد اي حاجه تتعمل كويسه عشان خاطر ما يبقاش في حاجه كويسه، يبقى تقول بغض النظر عن اللي موجود. تشوف يا ناكر خيري. أيوة يعني بكره اللي هو مثلا يعني واحد بيطلع من حوالي شهرين بيتكلم عن اخطاء موجوده في المنظومه الحاليه، حقك تتكلم على فكره، بس لما تشوف بلاويك اللي انت كنت موجود فيها اصلا. ده انت يا راجل طلعت قلت يعني خليت الاهلي حرم من لاعبيه الدوليين في محفل عالمي زي كاس العالم للانديه. والله يا كابتن انا بقسم بالله، وليس كل ما يعرف يقال. وليس كل ما يعرف يقال طبعا. ده يعني ده انت البلاوي اللي عملتها في فترتك يخليك تختفي. بيحارب اي حاجه كويسه دلوقتي. على فكره انا مش بعفي اي حد موجود عشان برس الامور تبقى واضحه، وكلايتنبرج ده مجرد بدايه، مجرد بدايه. مع التقدم التحكيمي لو الدنيا التجربه دي مشيت وطلعنا عليها شويه هنوصل للمستوى، بس ما حدش عايزك توصل لكده يا كابتن. ما حدش هيوصلك لكده. بص، النادي الاهلي السنه دي مع 40% من العداله. السنه دي 7 فوز وتعادل، 7 فوز وتعادل مع 40% بس من العداله. دي وجهه نظري. انت لو وصلت 100% هيبقى الفوارق في النقط الاهلي ممكن يحسم البطوله قبل يا سيدي الفاضل او يفوز بيها الاخر. هو بس ما المهم يبقى ما اديني عداله تحكيميه، ما اديني عداله. انا بكلمك على اديني عداله. طبعا اديني طبعًا. عداله طبعًا. اللي واحد اخفى خطاب قيد، خطاب ايقاف قيد على نادي وقال لك انا اخفيته للتعاون. طب اخفيته ليه؟ طب انت باخفائك ده حرمت الاهلي ان ياخد 2 لعيبه. الجواب ده لما جه يوم 23/6 لو اتعلن ان النادي موقوف عن القيد كان في لعيب هيروح الاهلي. انت هيك لما اخفيت لحد شهر 10 لما الدوري خلص، اللاعب ده كان مضى وخلص وبتاع والكلام ده كله، محدش عرف الا ايقاف القيد. جاي تقول له اتكلمنا عن اخطاء ناس موجوده او اخطاء ناس مستقبليه او ان المنظومه فاشله، طب حضرتك كنت بتعمل ايه؟ هي مش اخطاء، هو تعمد. الموضوع واضح وصريح. وضغط مباريات يا كابتن، الاخ اللي طلع يتكلم لعب الاهلي 16 مباراه في 41 يوم. 41 يوم.